معاك حراسه؟ لا ما عنديش. محتجز عندنا سيده وطفلين وطبيب محتجزين، واحنا العمليات الحمايه المدنيه شغاله، وعلى السيد عمرو السيد مساعد وزير الداخليه عشان نحاول نخرج نشوف. احنا لغايه دلوقتي مش عارفين هي جثث ولا مصابين. خرج المصاب الحمد لله، نقلناه المستشفى، واحنا منتظرين نشوف الباقي. والحمايه المدنيه والعمليات شغاله كلها. نرجو من المواطنين برضو الحذر، مش عايزين حد من المواطنين ينزل الشارع الا للضروره القصوى وللاهميه، عشان الامطار لا زالت هتبقى مستمره لغايه بالليل ان شاء الله. احنا مصبحين قبلين بالاخبار حاجه ما حدش بيقصد.